نتحول إلى بريطانيا، حيث أعلنت السلطات أمس اكتشافها حالتين من سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا مقلقة للغاية لأنها أكثر عدوى، موضحة أن مصدرها هو جنوب إفريقيا، وفرضت على الفور قيودا على السفر مع هذا البلد. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن هذه السلالة الجديدة المتحورة تشكل مصدر قلق كبير لأنها أكثر عدوى، ويبدو أنها تحورت أكثر من السلالات الجديدة التي كانت اكتشفت في المملكة المتحدة. وأضاف أن الأشخاص الحاملين لهذا الفيروس والذين أتوا من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة، أولئك الذين كانوا على اتصال بهم، قد وضعوا في حجر صحي.